عدنا إليك. ازيكم؟ كويسين؟ أنا مش كويس، أنا مستاء جدا. ليه؟ عشان قلقان عليكم، قلقان علينا كمصريين، عشان من جوه بقينا مش تمام، نفسية بقت مش سالكة خالص ومحتاجين نسلكها. أشرح لكم قصدي. بصوا على أغاني زمان عبد الحليم كان بيقول إيه؟ يا صحابي يا أهلي يا جيراني، أنا عايز أخدكم في أحضاني. فرج على الحالة اللي هو فيها، راجل مأكسس. وهي دي كانت الروح اللي ما بيننا، أحضان وحب وشي كبير من الود والألفة. بصوا عليها دلوقتي، بقينا بنغني بإيه؟ ابتدينا بابعدوا عني الولد ده، هيجنني الولد ده، واحد مش طايق نفسه بيغني. بعدين رحنا في أنا عايز أعيش في كوكب تاني. ما قالش عايز أعيش في زايد، ما قالش عايز أعيش في التجمع، لا هو فصل من الكوكب كله، قفل من الكوكب. حتى سميرة سعيد بتقول إيه؟ هوا هوا، الست مخنوقة مش طايقة نفسها. ما حدش طايق نفسه خالص يا جماعة. اتفرج على إعلانات الكومباوندات دلوقتي، كلها بتدعو للهروب من المجتمع. عايز تبعد عن الناس؟ مكانك عندنا في العزلة بارك. عايز تبعد عن ولادك ومراتك وتتجوز واحدة أصغر منك ب 25 سنة؟ مستنيينك، فإحنا أغنياء في شيكو هايتس. عايز ما تشوفش بني آدمين تاني وتعيش بقية حياتك مع سنجاب؟ احجز وحدتك الآن في أم الناس هيلز. محدش طايق حد يا جماعة، كله عايز يبعد. وفوق كل ده الفروق ما بيننا عمالة بتزيد. بكام سنة اللي فاتوا الأغنياء بقوا أغنياء، والفقراء بقوا فقراء، وياسمين صبري حلاوتك. وياسمين لو بتتفرج علينا دلوقتي، أيوه مشاعري حقيقية. بس بعيدا عن مشاعري، مهما الناس قالت إن إحنا بعدنا عن بعض واتغيرنا، أنا هقف وأقول لأ، كلنا واحد، كلنا ولاد تسعة، وكلنا بناكل وبنشرب وبنحب وبنكره وبنفتح موبايلات الناس اللي بنحبهم ساعات عشان نشوف مجدي اللي معاهم في الشغل ده عايز إيه بالظبط. كانت مرة. مهما كنت غني أو فقير، مهما حاولنا نعمل فروق ما بيننا، هفضل شايفها فروق سطحية. يعني مثلا لما حد يبقى غني بيندم مامته بيقول لها إيه؟ مامي. أو ممكن يبقى غني كليشيه يقول لها مامو، أو يقول لها باسمها عادي، غدا غدغود، عايز فلوس أشتري مخدرات وكحول. لو فلوسه قلت شوية هتلاقيه بيقول يا ماما، عادي فلات ما فيهاش أداء. فلوسك قلت شويتين هتدخل في سكة ياما أو يا حاجة، حتى لو مسيحية. اللي شافته في حياتها يديها لقب الحاجة. وفي الأول وفي الآخر كلهم أمهات، نفس الغريزة ونفس المشاعر، نفس رفعة الشبشب بغض النظر عن ماركته. ناس ممكن تقول في فرق في الأكل، بس أنا بشوف إن كل واحد، كلنا بناكل نفس الحيوانات ونفس الخضار. مهما حاولنا نعمل فروق ومنيوهات وأسامي، كل واحد. بس ده بياكل فراخ بانيه، ده بياكل تشيكن بانيه، ده بياكل سكالوب، ده بياكل بوفتيك، ده بياكل سوشي، ده بياكل في نفسه. ممكن حد يقول لي الفرق في النظافة، أقول له على العكس تماما. روح على أي عربية فول أو كشري أو كبدة، هتلاقي الراجل بيعمل كل حاجة قدامك، ما عندوش حاجة يخبيها. بس في المطاعم الكبيرة بيخبوا الشيف جوه، ما تعرفش هو فين ولا بيعمل ايه، لابس بنطلونه ولا قلعه، صباعه في أنهي حتة. ولو أكلك نظيف بصحيح اطلع واجهني، مستخبي ليه؟ وبعد كل الغموض ده يرميلك في الآخر طبق فيه فص فرخة سند عليه فاصولياي عاملة كده، ومعاهم حباية بسلة منتقاة بعناية، يقول لك 800 جنيه يا هوبا. فحين في أي مطعم شعبي هتدخل تاخد نص فرخة ورز وخضار وسلطة وطحينة وتنازل عن المحل، وتكتب على بنت صاحب المحل ب 18 جنيه شامل الضريبة. بس في الأول وفي الآخر كلنا بندخل الأكل من فتحة وبنخرجه من فتحة تانية، وهم هم نفس الفتحتين عند كل الناس، فتحة إن فتحة أوت. في حد هنا من باطو كلها شكليات، ودول بيقفلوا على نفسهم، ودول عايزين يشوفوا دول مقفلين على ايه، في ايه ورا السور، فضول هياكلني. وطبعا الاغنياء بيقلقوا، ولو حد دخل وسطهم بيهرشوه وبيقفشوه، ويا عيني على اللي بيقفشوه منهم.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من ورا السور. حاول أن يتسلل، حاول أنه يبقى وسطنا، لكن كالعادة المجرم غباؤه هو اللي بيفضحه. معانا حالة جديدة، جريمة جديدة. اسم، نزل إيدك. مش عايز أتكلم أنا. نزل إيدك، أمثالك لازم يتفتحوا. كفاية بقى، خلاص اتسجننا، كفاية فضايح. احكي للجمهور جريمتك البشعة دي عملتها ليه وتسللت وسط الأغنية ليه؟ مفيش حاجة يعني يا باشا، أنا كنت عايز أخش وسط الأغنية علشان عيشتهم حلوة وستاتهم أحلى وكمان بيعزموا بعض على حاجات غالية وبيتعشوا حاجة اسمها سوشي أنا كنت نفسي أقابله من زمان، وكمان بصراحة أهم حاجة بقى بيجيبوا لبعض شغل وده اللي ماشي. طيب احكي للجمهور، بعد ما تسللت وسط الأغنية تفاصيل الجريمة عملت إيه؟ أنا الحقيقة كنت بقول لهم إن أنا ساكن في الزمالك. في الحقيقة؟ منشئة التحرير. هما كانوا بينزلوني في الزمالك وانا كنت بكمل بميكروباص لمنشئة التحرير. وايه كمان؟ يعني انا كنت بقول لهم ان انا بركب اوبر. وفي الواقع؟ يعني الحقيقة باشا ان انا يعني شغال على اوبر. ندمت؟ ندمان؟ ها؟ انا جبت ايفون 7. است طبعا. لا صيني. اعمل ايه يعني بقى؟ اعمل ايه؟ انت عارف ده بكام؟ عارف طبعا، معايا 2 بلس. دلوقتي هنروح للحالة اللي حصل معاهم الجريمة دي، اصدقائنا اشرف وانجي، نقعد معاهم نتكلم نعرف تفاصيل الحادث المؤلم ده. اشرف احكي لنا ايه اللي حصل. مفيش، حصل حاجة عجيبة جدا مريبة يعني انا ما اقدرش اتكلم عنها، انجي اكتر واحدة تقدر تكلمنا عنها. انجي هاي، ازيك عاملة ايه؟ فاين. احكي لنا ايه اللي حصل. احنا عادي كنا عاملين موفي نايت عندي في البيت وكنا مخبوطين اليوم اللي قبليها ومش قادرين نتحرك، فكلمته قلت له هات واين معاك يعني مش قادرين نشرب هارد ليكر. بس مش متخيل هو عمل ايه. عمل ايه؟ ما جابش. يا ريت، جاب ازازتين عمر الخيام. بس احنا حاولنا يعني ان احنا نبقى اذكياء. اشرف راح بلغ البوليس ويعني قعدنا نتكلم معاه في حاجات دماغه يعني اللي هو العربيات المستعمله والكلام ده، بس لحد ما البوليس جه خده. جاري طول لحد ما اتقبض عليه. ثانك يو اشرف، ثانك يو انجي. مجتمعنا ممكن يفتكر ان هو بينهار، لكن هذا الوطن ليه رجال بيحموه. هنعمل دلوقتي لقاء مع البطل اللي قبض على هذا المجرم، سياده العقيد. مقدم يا فندم. سياده المقدم احمد الشربيني. شربيني يا فندم. قول يا احمد ايه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك احنا تلقينا بلاغ من السيد اشرف بيفيد ان في حد من الطبقه المتوسطه تسلل في وسط الاغنياء. على الفور امرنا القوات انها تتحرك باتجاه مكان البلاغ اللي هو بالم هيلز، مكان تحفه على فكره. رائع، انا ساكن هناك. فظيع. طبعا احنا اول ما وصلنا لقينا المتهم متلبس وبتفتيشه وجدنا بحوزيته 3 حاجات: شراب لاكوست مضروب، نضاره شمس هاي كوبي، وخد الانكا بقى، جزمه ماركه ابيدوس. يا جماعه عشان تعرفوا احنا بنحارب ايه. ابيدوس. ابيدوس يا فندم. بس انا مش عايز الناس تقلق، محدش يقلق يا جماعه، احنا عاملين اللي علينا والوضع تحت السيطره ورجالتنا زي الفل. نشكر حضرتك يا فندم. شكرا جدا. دلوقتي عايز الناس تطمن، محدش يقلق، احنا محميين، ما تخافوش. هسيبكوا دلوقتي في البرنامج اللي بعديه، زميلتي العزيزة هايدي، تيبس اند تريكس وعشر طرق سريعة للتعافي من الهانج اوفر. ما تخافوش، وطننا بخير. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من ورا السور وجريمة جديدة. الفروق والأسوار اللي حطيناها ما بيننا في دماغنا، بس في دماغنا يا جماعة، في القطامية وزايد والتجمع بس، وفي العين السخنة، في الساحل بس مش حقيقية، هي في دماغنا بس. عندك البحر مثلا، نفس المية، نفس الملح، نفس الفريسكا، كل طبقات المجتمع بينزلوا البحر ويتبلوا ويطلعوا جعانين والرملة بتدخل جوه حتى لو ده بيقعد على بين باك في مراسي وده بيقعد على قنديل عريض في جمصة، هي نفس الطبيعة، كلنا واحد. هل في حد فينا ما بيسمعش عبد الباسط؟ اكيد لا.
بس حتى وانا شايف ان كلنا واحد، شايف برضو ان عبد الباسط تحديدا مش لكل الناس. يعني لما تبقى بسم الله ما شاء الله راكب مرسيدس سي اكس واي زد سي بي سي سفرة ومشغل انا طير جريح، فين الجرح يا معلم؟ ما لو طير جارح هتركب ايه؟ هتركبني انا؟ وايه موضوع الجولف ده؟ انا عايز اعرف موضوع الجولف. انا عمال اقول كلنا واحد وكلنا هوبا، بس يعني ايه تعمل 6 فدان خضره حديقه دوليه عشان كره قد كده اهو، كره بنت هوبا قد كده اهو، عايز ايه وبتثبت ايه لمين يا معلم؟ لو بص وانا هجري ورا كورتي الصغيره هوبا في كام فدان، ومش هتعب نفسي حتى واجري وراها، لا هجيب عربيه امشي بيها ورا كورتي الصغيره هوبا 6 فدان خضره، وهجيب بني ادم كامل وادفع له مرتب وبدلات وكريسماس بونس عشان يشيل المضارب بتاعتي، عشان مش عايز اشيل مضاربي وانا بجري ورا كورتي الصغيره هوبا في 6 فدان خضره. هات كره كبيره حتى، حسسني ان الموضوع منطقي. بس هرجع واقول كلنا واحد طبعا بجميع طبقات المجتمع، غني او فقير او ابو هشيمه. ليه بنقعد ندور على اي فروق ما بيننا يا جماعه؟ الفكره مش في الفلوس بس يا جماعه، الفكره في الانتماء، ولا في الشكل ولا في الكاب سايز. تبات سي تصبح دي، ولا كاننا واخدين بالنا. تشتغل يمين ليه التصنيف يا جماعه؟ ليه تقول على الاهلاوي لملوم؟ وليه تقول على الزملكاوي بواب؟ وليه تقولي على الرجاله خاينين؟ ما تتلمي بقى، ها؟ واحنا بنخونكم مع بطريق؟ ما الخيانه مع ستات برضو، ها؟ وبنفس المبدا ده يبقى الستات كلهم ايه؟ يا اما ده تنفيس يعني، ده ما بيبقاش خيان. وليه بنقول هزار بوابين؟ بواب ده راجل في حاله، لا عمره هزر معاك ولا حتى بيعرف يهزر مع صحابه البوابين. كل واحد قاعد تحت عمارته، ما بيشوفوش بعض اصلا غير في السوبر ماركت. وبمناسبة الهزار الجارح الغير مبرر، اللي هو تريقة كده على حد عشان مختلف، طويل رفيع تخين عنده وحمة، في أغلب الوقت الهزار ده بيبقى متعاص شوية سواد كده على رغبة في تدمير اللي قدامك، بس طبعا هزار. تحب تسمعها؟ اصلي يا فيل يا ابو زلومه، اديلك ايش اديلك ايش، رجلك بتخنه مظلومه، اديل يا ابو جيش يا تخيني يا ابو جيش. مش ده الواد حسام الفشلو؟ ايه ده هو؟ خد يا حسام يا فشلو. يا فشلو حسام تعال تعدي كده على اصحابك، في ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. سمعت الاغنيه اللي في فيلم المصير؟ اغنيه ايه؟ في اغنيه هتعجبك قوي. تقول لك ايه بقى الاغنيه؟ ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ترقص ارقص غصب عني ارقص. طب ارقص لي يا فيل يا ابو زلومه، واديلك قرش واديلك قرش، رجليك من تخنك مظلومه، يا تخيني يا ابو كرش يا تخيني يا ابو كرش. هي 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 لا 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 نهدى 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 هو هو يا حبيبي علي. حسام فين؟ حسام اكيد جاي. حسام يعني تلاقيه محشور على الدائري ولا كوبري اكتوبر. رامي مالك يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ ودي يا اخي هترقدني جنبك. معلش معلش حسام رامي لو تعرف انا حاسس بيه يا حبيبي. كنتش مش قدك انك هتيجي. اول لما قالوا لي انك تعبان جيت يا حبيبي. هما الدكاتره قالوا ايه؟ رامي مالك يا حبيبي؟
حسام انا بقول لا يا حبيبي ما تقولش كده هتعيش. عايزك تسامحني. هتعيش وتتريق عليا وترجع تقول افشل قولالي مره. انا ظلمتك كتير وشفيت قلبك كتير. لا يا حبيبي لا سامحني مره واحده قول لي انا مسامحك. انا مسامحك حك حك يا رامي حك يا رامي رامي لا رامي مات. لا رامي مات. رامي مات. رامي مات يا حسن. حكي ومات. رامي رامي لا. احنا جايين النهاردة علشان نفتح وصيته نشوف ساب لنا ايه. ما كانش بينسى حد. ما كانش بينسى حد حبيبي يا رامي. بس في البداية كان هو سايب لنا تسجيل بصوته. كان موصيني ان اخليكوا تسمعوا. يا ريت لو نسمعه مع بعض. صوته وحشني. صوته وحشني. بشكل كده؟ اوكي. طب اهلي، اخواتي، صحابي وجيراني كلكم. في الوقت اللي هتكونوا فيه بتسمعوا الشريط ده هكون انا في حته احسن بكتير. بس في الاول عايز اقول حاجه مهمه جدا. لو سمحتوا لو كنتوا بتحبوني بجد اقفوا على روحي دقيقة حدين. يلا يا جماعة يلا اقفوا عشان نعمل حاجة مهمة جدا بالنسبة لي للمرة الأخيرة. عايز نقف ونغني لحسام الفشل. ارقص لي يا فيل يا ابو زلومة ودي لك قرش ودي لك قرش. وانا حسام حسام يا فشل فاكرني مت يالا جايلك عشان ارقص معاكم. ارقص لي يا فيل يا ابو زلومه اديلك قرش رجليك من تخنك مظلومه يا تخين يا ابو كرش. ايه 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 ايه. بس هرجع واقول كلنا واحد وبنحب بعض مهما حصل مهما كسرنا بعض ومهما دمرنا بعض نفسيا. دي شكليات. هنروح فاصل هأكل الرايترز وأغير لهم الرملة ونرجع لكم تاني. عدنا إليكم. اتكلمنا عن موضوع الفروق الاجتماعية والطبقية والتصنيف، وده بيطرح سؤال: هل إحنا شعب عنصري؟ الإجابة يا معلم إحنا عنصريين جداً جداً، وأعتقد معظم شعوب العالم عنصريين برضو. الفرق إن بره عنصريتهم بيعتبروها عيب فبيخبوها جواهم، بس إحنا بنعنصر على بعض in public. إذا كنا بنتبول in public هنتكسف نعنصر؟ إن حتى الرجالة والستات اللي هم مصممين إن هم بعض ما بقوش بيحبوا بعض قوي، في ما بينهم صراع دائم. حتى لو بيحبوا بعض، حتى لو متجوزين بقالهم 30 سنة، موضوع ليه جذور الحقيقة مش عبثي. أنا معاكي إن الرجالة زمان افتروا جامد، فترة السيد ما كانتش سهلة عليكم خالص، تعلم عليكم يعني. محمود مرسي ما رحمكوش، يحيى شاهين حط عليكم، بس إحنا مالنا؟ احنا ليه بتفتروا علينا؟ احنا جيل جديد متفائل ومحب للحياه، وانت بتشتغلي وبتعملي تاتوهات وبتطلبي اكل ولا كان في مواعين ما اتغسلتش جوه. هما زمان اللي كانوا بيخلوكوا تغسلوا رجليهم وتقفوا جنبهم وهم بياكلوا تنزلوا لهم ولعه، مش احنا. احنا جيل جديد. بحترم سي سيد معلق صورته جايز، بس خلاص احنا عارفين ان ده مش هيرجع تاني. بتهبي في وشي ليه بقى؟ أنا جايلك بورد وشوكولاتة ومشاعر. الفيمينيزم مش في محلها خالص، ومش هنفضل ندفع تمن غلطات أجدادنا. أنا مش هتلر، بس أرجع وأقول كلنا واحد، ذكر أنثى فيمينيست. وإحنا قعدنا فترة طويلة لحد ما العنصرية خلاص بقت عادة ومش سرية، بنمارسها قدام بعض عادي بلا خجل. أنا كان عندي واحد صاحبي في المدرسة أسمر، أبوه سفير، عنده سواق،
بيجيب سندوتشات فراخ بانيه في الفسحه حاجه تفرح. فجاه وبدون مقدمات دخل المدرسه، وقف في الطابور بيحيي العلم، لقى نفسه اسمه شوكولاته. بدون اي سابق انذار اتغفل، كل الناس بتقول له كده، طلبه بمدرسين بشؤون الطلبه بالاخصائيه الاجتماعيه اللي هي مهتمه بنفسيه الطالب، مدرس الالعاب بيقول له هات الكوره يا شوكولاته. بني ادم كامل باحلامه بطموحاته بروحه بقى شوكولاته، لدرجه ان محدش عارف اسمه الحقيقي ايه. وانا اسف يا شوكولاته، سامحني. الموضوع ده في حد ذاته محير غريب، احنا اخترنا لون بعينه عشان نضطهده، اشمعنى الاسود اللي قفشنا عليه؟ ليه مش الكستنائي؟ ليه مش الفوشيا؟ الفوشيا ده لون ابن ولا ليه عزة، بس كرهونا في الاسود. حتى في الحيوانات على فكرة، غراب اسود يبقى بيجيب الشق، قطة سودة تبقى شطان، كلب اسود يبقى ملبوس. حتى لما بيجوا يغلطوا في حد يقولك قلبه اسود. يعني ايه قلبه اسود؟ يعني شريان والتاجي طويل يعني ولا ايه؟ اكبر دليل ان احنا عنصريين، في اي مدرسة هتلاقي اي طالب اسمر اسمه حاجة من خمسة، شيبوب، بكار، مامادو، كيتا، وايه الخمسة ايه؟ انا مش سامع. طب حد يقول لي وشوكولاته طبعا. بس هرجع اقول لكم، وفي الاخر كلنا واحد، كلنا بنحب بعض وبنخاف على بعض، ابيض واسود واحمر واوف وايت. وانا متاكد ان هيجي يوم من الايام هندرك ان مفيش سبب ان احنا نكره بعض. هنقعد قاعده وهنتصالح تصالح مجتمعي. أنا أستاذة باكي، رئيسة الدورة الأولى لمؤتمر التصالح المجتمعي بين جميع فئات وطبقات المجتمع. هدفنا إننا نطلع بمجتمع متصالح بدون أي عنصرية. هو ده اللي احنا جايين عشانه، هو ده اللي احنا جايين عشانه. والكلمة الآن مع السيد محمد عز الرجال، ممثل طبقة الذكور العامل. رجال رجال ما شاء الله. مبدئيا انا عايز ارحب بوجودي معاكم النهارده، وعايز اقول اني مبسوط ان انا اللي بقول الكلمه الاولى في المؤتمر. بس انا عايز اقول حاجه، ما ينفعش اكون موجود في مؤتمر بترقص واحده ست. استاذ محمد، احنا لسه في بدايه المؤتمر وكده مش هنعرف نكمل على خير. تمام، انا ممكن امشي عادي جدا، مفيش اي مشكله. لا 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 كده عنصريه وذكوريه. هو فين الشنب اللي هناك ده؟ كده عنصريه وذكوريه يا استاذ. احنا كده هنكمل المؤتمر ازاي؟ انا بقول لك ايه، ما تعليش صوتك، احنا ما عندناش ستات بتعلي صوتها. وقف. لا انت ما تقيدنيش، انا علي صوتي براحتي. قلنا يا جماعه ما ينفعش نسوان ترقص مؤتمرات. نسوان؟ ما تنساش يا استاذ ان الست الوالده مراه. يا ابن المراه انا اتشتمت؟ طب يبقى ده على مرأة لو كملت المؤتمر ده. واديني بقول اهو، لو تم تغيير السيدة باكي رئيسة الجلسة انا هاخد فئتي كلها وانسحب. ما تنسحبي ولا تغوري في 60 داهية. هدوء هدوء. نأسف لخروج الأستاذة باكي رئيسة الجلسة، ونأسف لخروج ممثلة النساء وممثل الرجال، بس هنستكمل جلسة الصلح المجتمعي والقضاء على العنصرية بالأعضاء الموجودين. دلوقتي مع كلمة الأستاذ خالد عزام، ممثل طبقة الأغنياء والأثرياء ثراء فاحشا، فليتفضل بكلماته. أهلا بيكم. في البداية يا ريت تندهولي بس حد من البوفيه علشان النسكافيه ما يتشربش. طبعا المؤتمر ده لا داعي لإقامته على الإطلاق، لأن مفيش فرق بين غني وفقير، وما فيش فرق بين ابيض واسود. شيل الزفت اللي انت مسميه نسكافيه ده لحسن ادلقه في وشك يا حيوان. هو ماله بس طبعا ما فيش فرق بين اي فرد من افراد المجتمع،
قلت لك ان هو زفت وسكره مش مظبوط وبارد، فكلنا سواسية كأسنان المشط. وبس يا فندم ممكن عشان حضرتك سبته بس فبرد. انت كمان بترد عليا يا قليل الادب، انت مش عارف انا مين؟ انت امثالك هنا موجودين علشان يخدمونا بس. اتفضل. موصوف يا ابني كدابه. لا قله ادب وانزعه فارغه، هو عشان عامل غلبان ومسكين وفقير بتعمل معاه كده؟ محدش يتكلم غير في دوره. مين حضرتك اصلا؟ انا العبد الفقير ولله عبد الشحات ممثل الفقراء. اخرس خالص، انت بتتكلم ليه اصلا؟ ينفع يا سياده الرئيس اللي بيعمله معايا العريس ده؟ طب انا مش هتكلم حضرتك عشان انا بكبر للكبير وانت حضرتك الكبير. ما يردنيش ما يردنيش طبعا. قررنا نحن رئاسه الجلسه اخراج العضو عبده شحاته ممثل الفقراء لانه اتكلم غير في دوره. احسنت. ايوه لازم نخرج العضو. نهدى شويه وعاوزين ربنا يكرمكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نهدى يا جماعة نهدى، ويا ريت نستكمل الجلسة في نفس الجو الذي يسوده الود والمحبة والألفة. دلوقتي لازم نعمل على إزالة الفروق الاجتماعية. لا 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 لا، عذرا يا سيادة الرئيس، فين الفروق الاجتماعية دي؟ فين؟ في دورك لو سمحت. مين حضرتك؟ أنا إبراهيم الأحمر ممثل أهلاوية. أنا لازم أتكلم يا ريس. اتفضل يا أستاذ وأوجز. أنا مش شايف أي فروق ما بيننا يا جماعة. أنا أهو راجل أهلاوي وقاعد جنب صديقي الزملكاوي. أهو فين التعصب والفروق والشماتة والإهانة اللي بتتكلموا عليها؟ يعني أنا أكسبه 6-1. هو يخسر مني 1-6. عادي عادي يا ريس، المهم نروح المباراة. هي أي نعم المباراة بتبقى في اتجاه واحد، بس إحنا في الأول وفي الآخر مفيش بيننا فروق. مؤكداً على كلام صديقي الأهلاوي، إحنا طول عمرنا في مودة ما بيننا وما فيش فروق خالص في المواضيع، ودايماً في روح رياضية حتى لما هم بيكسبوا بالتحكيم. ما بيتكلمش. مظبوط، أنا مش موافق على اللي بيقوله، بس نفس الوقت معروف الأهلي فين طول الوقت والزمالك فين بعديه بكتير، بقى ما بنتكلمش. إخوات جه منين التعصب مقاطعاً صديقي الأهلاوي، هو قصدي يقول إن حتى لو بتاع البوفيه غلط وجاب النسكافيه ساقع برضه ما ينفعش نعامله بالأسلوب ده. صح، أنت ما ينفعش تحسسه إن هو بواب. اشهد أو اشهد يعني، أنا عمري في يوم من الأيام حسستكم إن أنتوا بوابين؟ وأنا عمري في حياتي حسستك إنك بقال. صدق بالله إنك لملوم وبيب بيب. لا دي إهانة، أنا بيب بيب يا بتوع الجبنة. أنت بتهني؟ آه. صدق بالله أنا هفاجئك. الله إيه؟ أنا هنسحب من الجلسة دي. هو أنا كل ما أضغط عليك وتقول لي أنا هنسحب أفاجئك؟ أنا هنسحب قبلك عشان تفضل في المركز التاني في الانسحاب. إيه ده؟ هتضغط في نادي الزمالك؟ طب أقسم بالله أنا أجيبك بلبوص. يلا بينا. فديت علينا الدار والله. بعد تلت ساعة خسرنا ممثلين الرجال، ممثلين النساء، خسرنا الكورة، خسرنا الفقرة. فاضل أي حد عنده كلمة عايز يقولها؟ عشان ما بقاش جيت المشوار ده على الفاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان عبده عثمان. في البداية أحب أرحب بالوحدة. الوحدة اللي هو أنا قاعد لوحدي يعني في المؤتمر دلوقتي بعد ما كله مشي. والحب اللي بينا. ورغم إن رئيس الجلسة أبيض بس ما تردناش. وكنا مكملين يا استاذ. حضرتك عندك اعتراض على رئيس الجلسه؟ لا 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 انا مش معترض تماما، انا مسامح مفيش عندي اي مشكله، بس انتوا حتى كاتبيننا زنوك مش فاهم يعني جايبيننا تهزقونا هنا في المؤتمر ده؟ ايه النيله دي؟ اكتبوا اصحاب البشره السمراء ولا اي حاجه تانية، قرفانين مننا حرقونا احسن يا اخي. اكتر من كده؟ شوف انا مش هرد عليك عشان الليله فرحك ومش عايز ازعلك. ميرسي. معلش نهدى يا جماعه، حضرتك عندك مشكله، شايف اي حد يصلح لرئاسه المؤتمر؟ اي حد ما عنديش هو فاضل حد مفضلش غير انا وحضرتك وكوبايه العصير دي. ده النيله دي. تحب حضرتك تيجي انت تمسك المؤتمر؟ انا ممكن امسكه على فكره. مش قلت الافلام بقى؟ شوف الوساخه يا اخي. لا ارجوك لو سمحت انا لا اقبل بهذا، دول جزء من المجتمع زي ما حضراتكم جزء من المجتمع. يبقى تطلعوا انتوا الاثنين بره. ظلم، والله العظيم ظلم، ظلم ظلم ظلم. انتوا ليه مش عايزين تعترفوا بينا في المجتمع؟ خلاص خارج وسايبها لكم يا نيل. انت هتفضل قاعد ساكت كده؟ انت مين حضرتك؟ ممثل البيض؟ يلا بينا قوم من هنا يلا. سيبك اوعي يعكروا مزاجي، اهم حاجه كلامك مبسوط. مش قوي، ان شاء الله بقى الدوره اللي جايه تكون احسن من كده. ها الدوره الجايه ان شاء الله. العروسه اتاخرت ليه؟ في الكوافير.
أهم حاجة الصلح المجتمعي. أوبا. نعتذر طبعاً عن طول الاسكتش، هو كان طويل، لا حد حس إنه طويل قوي، دي حقيقة. وعلى الناحية التانية من العنصرية هتلاقي حاجة اسمها العنصرية العكسية، يعني مثلاً في ناس بتتميز عشان شكلها حلو، بنات الحلوة مثلاً ما تعرفش أي حاجة عن الجانب المظلم من العالم، لما بتمشي في الشارع الشارع بيتحول لميوزيكال. إعلان رمضاني، كل الناس بتبتسم وبتضحك لها وبيحولوا لها رصيد وفي عصافير بتطير، وهي عشان حلوة ما تعرفش حاجات كتير قوي، ما تعرفش إن في انترفيوهات صعبة، غالباً ما تعرفش إن في انترفيو أصلاً، ما تعرفش إن في بنات ما بيجيلهاش هدايا أو ورد مورنينج تكست، فاكرة إن ده حق بتكفله الدولة زي التموين كده، تعرفش يعني إيه مواصلات، كل الناس عايزة توصلها، أمشي مع عادل ولا محمود. مشكلة إن هي شايفة نفسها بتتعب، هي فعلياً بتتعب بس مش قوي يعني، وهي حلوة مش هتعرف تواجهها بالحقيقة. حتى الأطفال من صغرهم بيتربوا على ده، كلنا شفنا مثلاً سنو وايت، مزة دخلت على 7 أقزام بدقنة بشنبة قد كده شغالين في منجم وبينحطوا في الصخر، عصب. إيه اللي حصل؟ سابوا المنجم وأكل عيشهم وبقوا يصحوا يعملوا لها شاي بلبن، واللي بيعملها تريكو، حتى العصافير بتشل لها الفستان والسناجب بتطبق لها الهدوم، مرح وسعادة، كل ده عشان حلوة. لكن نرجع برضو ونقول كلنا بنحب بعض، حلوين ووحشين ورجالة وستات ومحمد رجب. مش عارف ليه محمد رجب بس رمضان أصر الحقيقة. ومن بعد الفروق الطبقية والعنصرية والتصنيف والتمييز، ما خبيش عليكم بما إن احنا قاعدين بقى عندنا شوية افترة كده، دي الإشارة بتاعت الافترة. أصل أكيد كل الحاجات دي ما كانتش هتطلع رز بلبن، أكيد هتطلع هب. يعني أنا في فئة صعبانة عليا بشكل شخصي ومش شايف أي حد متعاطف معهم خالص ولازم أتكلم عنهم، فئة الأغبياء. الشخص الغبي ده أكتر شخص مكروه ومضطهد في المجتمع، مع إن في الواقع هو ملوش ذنب، هو اتولد غبي يا جماعة، يعمل إيه الراجل؟ يسرق ولا يقلع على انستجرام ولا ينتج لي برنامج ولا يعمل إيه؟ انت اتولدت قصير، هي اتولدت بلوند، هو اتولد غبي، انا اتولدت يوم جمعه، محدش بيختار الحاجات دي يا جماعه. ومع ذلك مقبول اجتماعيا انك تقول انا بكره الاغبياء، حتى لو دول فئه في المجتمع كبيره. طبعا الغبي ده محدش بيرضى يشغله، اصحابه بيدوسوا عليه وبيقعدوا يتريقوا عليه ويسفوا عليه، بس هيعمل ايه؟ ما هو غبي مش عارف يختار صحابه. لكن ارجع واقول كلنا واحد، اذكياء واغبياء والناس اللي بتمشي عكسي على مطلع الكوبري. احنا بس مشكلتنا التقبل، محتاجين نتقبل بعض زي ما احنا كده، بعيوبنا بمميزاتنا بالضفر الصغير ده، عشان في الاول وفي الاخر كلنا بشر، كلنا مصريين وكلنا مليانين بلاوي وكلنا تعبانين، فتعالوا نستحمل شويه، نجرب 2017 دي هنستحمل بعض، هنرجع على بعض بعد كده عادي جدا، بس نستحمل بعض في 2017. هنروح فاصل، هنلعب بوليت استيميشن ونرجع لكم تاني. عدنا إليكم في الفقرة الثالثة من آخر الليل. ضيف النهاردة أنا فعلا فخور إن هو معانا، يمكن أي إنسان بيعدي فوق وتحت، أغاني الفنان العظيم ده بالنسبة لي كانت من الحاجات اللي بتقومني. عايز أقدم لكم أغنية اسمها بحلم على قدي من الفنان العظيم في أي وقت، فنان مدحت صالح.
بحلم على قدي مش راعي عديني بشموع تدفيني بعيون تصون ودي بحلم على قدي مش راعي عديني بشموع تدفيني بعيون تصون بحلم على قدي مش راعي عديني بشموع تدفيني بعيون تصون ودي بحلم بسكتنا بتغني غنوتنا بحلم بسكتنا بتغني غنوتنا ولا خوف يسكتنا ولا ريح تكون ضدي بحلم شيلانا عشقانا بحلم بدنيانا شيلانا عشقانا للكل فرحانا مش لي أنا وحدي وبحلم على قدي مش راعي عديني تدفيني بعيون تصون ودي وبحلم على قدي بشراعي عديني بشموع تدفيني بعيون تصون منورني منورني بجد ربنا يخليك اهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بيك في اغنيه انا سمعتها وانا صغير شويه وسبحان الله لما كبرت عشتها عيشه المليونيرات
كلهم تقريبا كلنا عايشين كله عايش نفس الحاله تقريبا مش كده؟ الفتره دي بالذات الفتره دي بالذات صعبه لا من زمان مش الفتره بعد التعويم كلنا عشناه لا بس ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن اللي جاي هيعمل الولاد بجد ان شاء الله ان شاء الله يا يعني. رب وهنغنيها لهم يعني؟ انت عايز نغنيها لهم؟ يلا عايزين تسمعوا لمين؟ يلا تحت امرك يا شباب سؤال اتفضل ليه دايما المطربين لما بيتفاعلوا مع الناس بيعملوا سقفة غير مكتملة؟ اللي هو يعني يلا بينا طب ما نكملها الحتة بقى في ايدي المايك بس بقى يعني وعملت كده اعمل ديستورشن فانا هم فاهمين مش انا احنا شعب الإشارة احنا شعب الإشارة يعني لما اقول لكم انا عايز مش كده مش كده انا عايز انا عايز اركب مش انا عايز فاهمين شعب الاشاره يعني طيب طبعا الاغنيه دي علامه بالنسبه لناس كتير قوي وانا منهم نور مكانه فين كل الامور دي كانوا في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب يا تكون
وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بباب. يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب. المس خضار الشجر، امشي الطريق امشي، العمر يروي غير قلب ما يخبش. كانوا في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب. تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب. ناس كتير ترضى المصير، وناس تشوف بضمير ضريب. تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط حلي مرار ليام. لسه الحياة قدام وملون الأحلام، على شيء ما تندمش. جسدك في قلب الروح تداوي كل جروح، بالسر وعدوح وياك ما تحلمش. أنا مش عارف أقول إيه طبعًا، بس هو في واحد بس هنا في المكان ده عارف أنا بحلم باللحظة دي بقالي قد إيه. فـ طبعًا ما ينفعش حضرتك تبقى موجود من غير ما نسمع كوكب تاني. أيوه تمام، أنا مرضي بعد كده. نهاية يا شيخ، ربنا يخليك.
أنا عايز أعيش في كوكب تاني فيه عالم تاني فيه لسه ماني فيه الإنسان لسه إنسان فيه الإنسان لسه إنسان عايش للتاني. أنا طبعاً البرنامج بيحاول يبقى كوميدي فدي هدية من أسرة البرنامج ده أنا فين بس أشوف أنا فين حضرتك لف في أي حتة دوس عليه أنا في شبرا أنا في شبرا عايز أشوف شبرا يعني أو أعتقدش ده في شبرا دي هدية من أسرة البرنامج ربنا يخليك يا شباب وحضرتك معايا ده كان حلم بحلم بيه من زمان متشكر لحضرتك جداً أنا بشكرك ربنا يخليك استنونا بعد الفاصل هنرجع نقفل الحلقة وتحية تاني مدحت صالح يا جماعة شكرا استنى ايه رأيكم؟ عجبتكم الحلقة؟ لله. فهموا من اول مره ولا كاننا سجلنا تاني انا بعتذر لو اي حد زعل من اي حاجه قلناها في الحلقه ولو كان كلامنا جارح لاي حد احنا بس بنحاول نطلع المشاكل على الوش وعشان نشوفها ونحلها انا نفسي بعمل كده في حياتي اول حاجه عملتها اني واجهت نفسي وعرفت اني بحب ياسمين صبري وعملت كده خلاص جبت 2 شهود خلاص اهم ناقص مأذون وياسمين وموافقتك طبعا قبل اي حاجه يعني هي متجوزه ياسمين صبري متجوزه طيب اعتبريني ما قلتش حاجه تصبحوا على خير باي باي للكاميرا اهم الجمهور اهو